بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. رب لك الحمد بعدد نعمك على عبادك منذ خلقت السماوات والأرض إلى أن ترث الأرض ومن عليها في كل طرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض مضروب في فقر يا رب العالمين حتى تحبنا وترضى عنا. ونسألك يا رب بهذا العدد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الكرام وصحابته الأطهار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن تحشرنا في زمرتهم، وأن تحيينا على ما أحييتهم عليه من العزة والكرامة والديانة والصيانة والعفاف والعصمة، وأن تحشرنا معهم على ما حشرتهم عليه، وتقبضنا على ما قبضتهم عليه على أحسن حال يا رب العالمين، غير خزايا ولا مفتونين، نحن وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأحبابنا وجيراننا والمسلمين، لنكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعدته ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهو لا يرضى وواحد من أمتي في النار، فنحن محسوبون عليه بفضلك ومنك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. والحكم السابقة بيّنت أن العارف بالله قد طوى الله له الأكوان، فصار يرى الأكوان بعين من لا يراها بل يرى مولاها، فهو يرى الأكوان بعين من لا يراها بل يرى مولاها، أي اخترقت بصيرته الأكوان فصار لا يرى من خلالها إلا المكون، فصار غير محبوب عن مولاه. فلما صار بهذا الحال صار ممدوحا عند سائر الخلق، فنشر الله محاسنه على الخلق، فلما نشر الله محاسنه على الخلق صار الخلق يمدحونه، فبدأ يبين ما هي عواقب المدح وما هي مزايا المدح للعارف الذي وصل إلى هذا الحال، فيقول: الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. الناس إذا رأوا فيك ظاهر كمال يمدحونك بظاهر الكمال ظنا منك أنك قد حست الكمال، ولكن قد يكون هذا قشرة فقط وليس له واقع وحقيقة في الداخل. فالناس يمدحونك بما يظنونه فيك من كمال، وأنت تعلم حقيقتك ودخيلة نفسك، فكن أنت ذاما لنفسك بما تعلمه من نفسك من تقصير، ولا تغتر بمدح الناس، فلا تغتر بمدح الناس وتظن أنك قد وصلت، بل عليك أن تتهم نفسك، فقد سترك الله بالمدائح والمحاسن والكمالات، ولولا ستره لظهرت عيوبك، فلما سترك وظهرت محاسنك بفضله ظننت أن الفضل منك لا منه، فيكون هذا حجاب نفسك منه، فتحجب مرة أخرى بالأكوان لأنك أنت من الأكوان، كنت قد ترقيت ونظرت إلى المكون واخترقت حجاب الأكوان ونفسك من الأكوان، فإذا اغتررت بمدح الناس لك ظننت أنك شيء ولا شيء مع الله، فتصير حجابا محبوبا حتى بنفسك، ففررت من الأكوان إلى كونك. ولذا يقول: الناس يمدحونك بما يظنون فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها من ضعفها من تقصيرها من جهلها من احتياجها لربها من خوف فضيحتك أمام الناس فيرفع عنك سترك، فلا بد أن تكون راضيا خائفا في كل حال ذما لنفسك لأنها لم تكمل إلا بنسبتها إلى الله،
فلو قطعت النسبة صرت كما كنت إنسان ضعيف خلق من عجل، إذا مسه الشر هلوعا وإذا مسه الخير منوعا، تعود كما كنت بعد ذلك، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، إذا قطعت النسبة. أما إذا وصلت النسبة تصير على أكمل حال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون بنسبتهم للرحمن، وإذا خطبهم الناس قالوا سلاما، وهكذا الصفات الكاملة. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي كلما كانت لك نسبة قوية مع الله كلما صرت في حال الكمال والقوة. فإن قطعت أنت النسبة بالنظر إلى نفسك فقد عدت بعد ذلك، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. انظر أنك ما دمت منسوبا إلى مولاك تصير في كمال العز، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذا لما مدحوا أحد الصالحين قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون وأستغفرك مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون، يعني لا تجعل ما يقولانه يمس قلبي نظرا إلى نفسي، بل إن مس قلبي يمس قلبي نظرا إلى نعمتك، فأنسب المدح الذي نسب إلي إليك، فأنت الذي أعطيتني وليس مني بل بكمال فضلك ومنك. هذا هو نظر العارف إذا وجد الناس يمدحونه. أما الجاهل والعامي يحب مدح الناس أو يفرح بمدح الناس وينقبض من ذم الناس، وأهم حاجة عنده الناس، يقول لك احنا مش عايزين يا رب ما تفضحنيش قدام الناس. طب والفضيحة قدامه قدام رب العالمين ما يشهد، هو كل همه مش عايز يتفضح قدام الناس. زي ما ضربنا مثال الراجل الحرامي اللي هو بيجري والراجل العسكري الدورية عايز يقول يا رب استرني، هتبقى فضيحة قدام الناس، وهو أصلا شايل السريع على كتفه، يعني مش محسوب من ربه وخايف من فضيحة الناس. المؤمن إذا مدح استحى من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أول ما المؤمن يمدح بمدح يبقى مكسوف من ربه، لأن كل الحاجات اللي بيقولوها دي منة من الله له، هو لا يملكها، ده ربنا أعطاها له، فبيمدحوا بحاجة هو لا يملكها فيبقى مكسوف من ربه. كأننا مثلا أعطيتك هدية فظهرت عليك فصار الناس يمدحونك بها أمامي وانت شايفني، تبقى قاعد مكسوف ولا لا؟ ما انا بقى اللي فاقسك بقى وعارف بقى، عارف اولها من اخرها، انا اللي جايبها لك وانا اللي مديها لك وانت شايفني، الناس يمدحوك عشان النعمة دي اللي انا اديتها لك معاك، وانت مكسوف تنبسط لهم لانك شايفني انا شايفك، فتقوم تخجل، انما اول ما غيب عنك تنفش ريش. كذلك لو مدحوك وقد غاب الله عنك ظننت أنك حاجة، نفسك بقى تنتفخ، لكن طالما أنت متذكر ربك كلما مدحوك وربك حاضر معاك فأسك عارف هتقول إيه، تبقى ما تستحي تزداد حياء، كلما زاد مدحك كلما ازددت حياء، حياء من الله، لأنه لأن أنت عارف دي حاجة بينك وبينه، ده هو اللي سترك، وكان ممكن زي ما يسترك كان ممكن يفضحك، لكن وفضح غيرك، وفضح غيرك أكثر منك نسبا وأفضل منك علما وأكثر منك ذكاء، فضحهم كتير على مر العصور وأنت مش ولا حاجة يعني بالنسبة للي اتفضح، فيعني اتقي الله. فأنت طالما عارف الحكاية دي بينك وبينه في سين بينك وبين ربك، فكل ما الناس تمدحك كل ما تخجل أكثر لأن قلبك حاضر، إنما اللي قلبه غافل عن ربه كلما يمدح كلما ينبسط ينتفش.
أتيته على علم، أنا ربكم الأعلى، لأنه غفر عن ربه، أنا أحيي وأميت. الله، مش قالوا كده؟ واحد قال أنا أحيي وأميت، تاني قال أنا ربكم الأعلى، والتاني قال إنما أتيته على علم، وقال الثالث ما أظن أن تبيد هذه أبدا. واحد اغتر بماله، والتاني بقوته ولا بمنصبه ولا بنجاحه ولا بتجارته. فربك اداك نماذج الناجحين كلهم اللي نظروا نفسهم في مجالات نجاح مختلفة، لما غفلوا عن ربهم نسبوا الأمر لنفسهم فهلكوا. هتكون انت أشد من هؤلاء قوة ومنصب ومال وعظمة؟ لا، انت ولا حاجة بالنسبة لهم، ولا حاجة. هتكون انت فين بالنسبة لنمروز؟ يقول لك كان يملك الأرض، ملك الأرض، يعني ما كانش فيه، كان قوة واحدة، هو نمرة واحد، هو الرئيس بتاعها. هتبقى انت ايه؟ انت ما ملكتش الا حتة شقة قاعد فيها مثلا، هو ده اللي تملكه؟ ده لو كنت تملكها كمان، وبعدين ما تملكهاش 100%، حتى لو انت واخدها تمليك فانت عضو في اتحاد ملاك، حتى لو كنت تملكها من بابها فانت ما تملكهاش حر للتصرف فيها. لا، مجلس المدينة والمحلي والإدارة والحكومة عاملة لك قوانين ما تقدرش تتصرف فيها إلا من خلال هذه القوانين، لست حر التصرف حتى فيما تملك. فهتتغرد إيه بقى؟ هتتغرد إيه والحكاية واضحة؟ عشان كده هو بيفهمك، بيقول لك المؤمن إذا مدح استحى من الله، لأن قلبه حاضر على طول مع ربه، مش غايب. فأول ما يمدحوه شايف مول النعمة، وهم بيمدحوك بالنعمة اللي معاك، وانت شايف اللي أولاك، ظنا منهم ان النعمة منك انت مصدرا، وانت تعلم انها من الله مصدرا وعليك مظهرا، فانت ما انت الا بس المظهر، فنسبوا اليك المصدر وانت عارف المصدر مش انت، لا الله، فتستحي من المصدر اللي هو الذي أولاك. المؤمن اذا مدح استحى من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أجهل الناس إنه هو يبقى عارف نفسه إنه ولا حاجة، والناس تفتكره تقول له أنت كل حاجة، فيفتكر نفسه إنه كل حاجة. هو ده أجهل الناس بقى. أنت نفسك عارف إنك ولا حاجة، زي كل الحكام الدكتاتوريين، هتلر وغيره وغيره على مر العصور، فضلوا شعوبهم يهتفوا لهم، وفي نماذج في البلاد الإسلامية كذلك، زي صدام حسين مثلا دلوقتي في على البال، وغيره وغيره، وفي حاجات على البال ولكن ما نحبش ننطق قوي، واخد بالك؟ وكل الناس هي فاهمة. تفضل الناس تقعد تنفخ فيهم لدرجة يظن انه معصوم، ويظن انه هو يرد، وهو اجهل من دب، هو ما يعرفش حتى مصلحة نفسه. ليه ده أجهل الناس؟ ليه؟ لأنه ترك ما يتيقنه من نفسه من ضعف واحتياج وفقر إلى مولاه، إلى ظن ما عند الناس، فترك اليقين للظن. دي المصيبة، ترك اليقين للظن، الناس ظنوا به خيرا، فهو صدق هذا وترك يقين ما يعتقده في نفسه من افتقاره إلى مولاه. أيوة، يبقى ده أجهل الناس. يبقى الحاكم الدكتاتوري ده أجهل الناس، وقد يكون هذا الحاكم الدكتاتوري هو أنت مع جوارحك، فأنت أيضا حاكم على جسمك وجوارحك، وأنت أصلا برضو مملكة كبيرة، أنت نفسك مش تملك جوارحك، ده جوارحك دي عاملة زي رعاياك، زي الرعاية كده، كل يوم تستجير الله منك، كل يوم تقول لسانك اتقي الله هتودينا في داهية، ايدك تقول اتقي الله هتوديني في دهي هتحرقني، ورجلك تقول لك اتقي الله هتودينا في دهي، وبطنك تقول لك اتقي الله ما تحطش فيا الا حلال، احسن تدخل لي حرام توديني في دهي. يعني كله قاعد يعملين مظاهرات جواك وانت مش واخد بالك. فانت ايضا حاكم على جوارحك، حاكم على نفسك، كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فاجهل الناس من ترك يقين ما عند نفسه إلى ظن ما عند الناس فيه. هو ده فعلا الجاهل فيه. هتلي أجهل منه إن يترك اليقين للظن، حاجة مصدقها 100% قدامه، يوم يتركها إلى توهم، إلى وهم. يبقى الإنسان بقى إيه؟
هتقول عليه ايه؟ اجهل الناس. هو دي الحقيقة، اجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. لان الناس العوام يمدحوا الواحد ازاي؟ على فكره كان العوام يمدحوا الواحد ازاي؟ اول ما يلاقوه مثلا معاه فلوس كتير وعنده منصب وذو كلمه مسموعه، خلاص الناس كلها تمدح، حتى لو اجهل من دلو، حتى لو ما يحفظش ايه من القران، حتى لو ما بيركعش، مش كده؟ حتى الناس يقول لك ايه ده، ربنا فتح عليه، ده عنده عربيه كذا وعنده مش عارف ايه كذا وعنده ايه كذا. هل يعني الفتح يبقى بالحاجات بالكذا؟ في حين ان دي مش هي دي الفتح خالص. فيبقى الناس بيمدحوا بحاجات فارغه، بكلام اوهام، يقوم هو يفرح بمدح الناس على الاوهام دي اللي هي اصلا عقاب واصلا حجاب واخرها حساب، يفرح بيه. يبقى ده اجهل الناس ولا لا؟ وعلشان كده يعني بيقول في شأن الجهال، الناس الجهلة اللي بيمدحوا على الغلط يقوموا يغروا الناس في نفسهم، اللي هم اللي بيهتفوا الهتيفة للحكام على مر العصور، كل ما يقول حاجة ولو غلط تعتبر كأنه يوحى إليه. الهتيفة دول بيودوا الحاكم في داهية وهم جهلة، ويروحوا معه في داهية. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو لولا أن قومه يعني طوعوه كانوا راحوا في داهية. بيقول اتفقوا على الدين تركوه، تعاندوا في المال والكساوي، الثوب من فوق غسلوه وخلوا القلب خاوي. ده مجذوب، ده شعر مجازيل، شعر مجازيل بس فيه حق. المجذوب ده ايه؟ واحد ربنا يكشف له كده حاجة يقوم عقله ساعات ما يتحملهاش، لكنه هو من اهل الكشف، بانت له حقائق، فصارت احواله في الدنيا غير مرتبة من شدة الحقائق اللي اتكشفت له، بقت احواله في الدنيا مش مرتبة. الناس بردانة وهو مش حاسس ببرد، الناس جعانة ومش جعان، الناس عايزة تنام وهو مش عايز ينام، كل الناس نايمة بالليل وهو طول الليل ماشي في الشارع. مكذوب بقى، واخد بالك ازاي؟ ده نوع من الاولية برضه، لا يقتدى بهم، لكن ساعات يقولوا كلام حق، ساعات يقولوا كلام فيه حق كتير. فبيقول لك ايه؟ مكذوبة هم المجازيل، مش بيقول لك الحكمة ضلت المؤمن؟ اتفقوا على الدين تركوه، تعاندوا في المال والكساوي، قعدوا يتخانقوا على المال والكسوة والمنصب، واتفقوا في حاجة واحدة، يعني اختلفوا في أمور الدنيا متنافسوا فيه، واتفقوا على حاجة واحدة إنهم يتركوا الدين. شفت كلام المجازيب حلو إزاي؟ بيوصف الواقع. اتفقوا على الدين تركوه، الله، ده كأنه دخل جامعة الدول العربية وحضر الاجتماعات وشاف المناقشات بتتم إزاي، فلقاهم اتفقوا على الدين تركوه. ايه ده؟ سبحان الله، ده كأنه معانا. تعاندوا في المال والكساوي، الثوب من فوق غسلوه، وكلهم لابسين اخر شياكة اخر نظافة، وخلوا القلب خاوي، خاوي من ذكر الله. ايه ده؟ ده المجازيب، يا ريت مجذوب يقود الامة، يمكن ياخد بيدها من وحدتها ويفوقها من الاوهام اللي احنا عايشين فيها. اذا اطلق الثناء عليك، اذا اطلق الثناء عليك ولست باهل فاثني عليه بما هو اهل. اذا اطلقوا الثناء يعني المدح عليك وانت لست له اهل، فانسبه لاهله، لربك بقى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. أول ما تقول أنا ربك يخزيك، أول ما تقول إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا، ربك يوفقك. دي مجربة، ده حتى لاحظوا الحكاية دي الجراحين الكفار. شوف الجراحين الكفار، أنا بكلمك بصفة إن أنا جراح يعني. في المؤتمرات مثلا الجراحين الكفار الكبار بيجوا في المؤتمرات يتكلموا، فكتبوا مرة في إحدى المقالات يقول لك على ان
بتحصل احيانا مضاعفات في بعض العمليات ما تحصلش من دكتور صغير. يعني دكتور صغير يبقى حريص لانه صغير، خايف يعمل كل حاجه بدقه، خايف لا يعور حاجه، فيقول لك ان المضاعفه دي ما تحصلش، انه يربط القناه المراريه وهو بيشيل المراره، واخد بالك، ويقفلها كده من لغلوها وهو بيعمل عمليه مراره، دي نسبه ضئيله 2 في الـ1000 تحصل. فدوروا حصلت في ايد مين؟ لقوها حصلت في ايدين الجراحين القدام الشاطرين اللي هم ليهم سمعه كبيره وعندهم ثقه زائده بالنفس. ليه؟ لانهم لما وكلوا انفسهم لانفسهم ربنا خزاهم في حاجه ما تحصلش في ايد تلامذتهم. ايه ده؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد من الانسان انه يفضل فاكر ربه، ما يغترش بنجاحه فيظن ان هو نجح، ولا يغتر بخبرته فيظن ان الخبره منه. خد بالك، فيقول لك ايه بالانجليزي؟ يقول لك الكومبليكيشن دي ما تحصلش الا من اوفر كونفيدنت اكسبيرينسد سيرجن. اوفر كونفيدنت يعني واثق في نفسه ثقه عمياء زياده، اكسبيرينسد يعني خبير. الله، يعني كانه هم مش واخدين بالهم ان الراجل ده اعتمد على خبرته واعتمد على ثقته في نفسه، فخذاه ربنا فخلاه يعمل غلطه ما يعملهاش تلامذته. ايه ده؟ ده قايلينها كده في كتابهم الكفار، ده هم اخترقوا الحكمه. ايه ده؟ ليه؟ لان ربنا يقول لك ايه، احد الاولياء كان يقول قلما ادعى الانسان الكمال في شيء الا واخزاه الله فيه. ليه؟ لانه لما يدعي يقول له نفسه يروح ربنا سلبه على طول، عشان يعرف انه من الله مش منه. اذا اطلق الثناء عليك ولست باهل فاثني عليه بما هو اهله. الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. يبقى الناس مع المدح أنواع على حسب حاله مع الله. العوام الغافلين، والعوام قد يدخل فيهم العلماء، لكن العلماء مش بعيوب النفس، العلماء برسوم الشرع فقط. قد يدخل فيهم حافظ قرآن، قد يدخل فيهم علمة كبيرة. ليه؟ لأنه منبهر بعلمه ولكن لم يراقب قلبه. فكلمة العوام هنا في كتب الصوفية يقصد كل من حجب بشيء عن ربه، ولو حجب بعلمه عن ربه يبقى عوام. شوف قد إيه العوام ينبسطوا بالمدح وينقبلوا بالذم، يحبوا أول الناس تمدح وأول ما الناس تذمهم يكرهوا، ده العوام. يبقى أول نوع يفرح بالمدح وينبسط بالذم، ينقبض بالذم، أول نوع اللي هو كل الناس أو أغلب الناس إلا ما رحم ربه. النوع الثاني بالعكس، الزهاد والسائرين الى الله والعباد، دول شايفين نفسهم بيجتهدوا مع ربنا وعايزين يقتلوا نفسهم عشان ما تبقاش ليها شهوه. فاول ما الناس تمدحهم يخافوا لحسن نفسهم تقوى عليهم تاني بعد ما ايه؟ كبتوها. يقوموا ينقبلوا بالمدح، خايفين لحسن نفسهم تصحى تاني، هو يا دوب راب كتف نفسه وراح مموتها وعايز يديها القضيه بقى. يجي الناس تمدحه خايف لحسن نفسه تفوق تاني، هو ما عايز يخلص منها. النفس تحب الشهوه والشهره. فاول ما الناس يمدحوه ينقبض ليه؟ هتضيعوا مجهودي، حرام عليك، ده انا بقالي سنين قاعد بقدم فيها لحد يا دوب ما جبتها تحتي، طول عمرها كانت راكباني، يا دوب اهو بقيت انا متحكم فيها وهبتدي اخنقها بقى واتحكم فيها تيجوا انتوا تمدحوها عايزين تفلت مني تاني. يقوم ينقبض من المدح وينبسط ايه؟ للذنب، لان الذنب ليس للنفس حظ فيه، هو بيدور على ايه؟ على مخالفة نفسه، فيفرح
للذنب، يقول لك اه ده كويس، ده في ظاهره سم وهو دواء، يلا خديه. ليه؟ لانه حريص على قتل نفسه ويرى الخلق ويرى جهده مع الله. ده العابد والزاهد. العارف اللي وصل وقتل نفسه خلاص وصل ربنا، لا يرى الا الله في الاكوان، ده العارف. اذا مدح يفرح لانه لا يرى ان المدح له، بل المدح لله، لانه صار وليا لله، فهو يمدح لنسبته الى الله فيفرح بالمدح ويتقبض بالذنب. يبقى زي العوام في الظاهر، لكن العامي في الظاهر بيفرح لنسبته لنفسه، والعارف يفرح بنسبته الى الله. كما بدانا اول خلق نعيده، هو ابتدى عمي وتدرج بقى زاهد، وبعدين لما وصل رجع في ظاهره زي العمي، لكن رجع بثوب جديد، ثوب الانوار وكسوه، وخلع كسوه الاغيار، فراى ان الله هو المعطي والعاطي الوهاب. فاذا مدح نظر ان المدح، وده علشان كده يفسر لك ان النبي كان ايه، كان ينبسط لمن يمدحه، وكان يحب يسمع مديح نفسه صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا رسول الله شايف انه رسول الله، فاذا مدح رسول الله كانما مدح الله، فيعتبر مدح رسول الله ومدح لله. تصور انت ما يبقى ملك عظيم بعت لك رساله مع رسول سكرتير من عنده، كل ما تمدح سكرتيره كانك مدحت، وكل ما تكرم السكرتير ده كل كانك مدحت وكرمت الملك ده، فهمت ازاي؟ فالنبي كان يرى هذا من نفسه انه رسول الله الى الناس، فكلما مدح كانهم مدحوا الله. فكان لما سيدنا حسان يمدح النبي كان يدعي له ويدعو له ويقول ايه؟ ويقول قل وروح الله وروح القدس معك او يؤيدك، فكان يدعي له. وكذلك الاولياء كانوا يحبوا يسمعوا مدح نفسهم، زي سيدنا ابو الحسن الشاذلي كان تلامذته يقعدوا يقولوا قصائد المدح وهو قاعد منشكح، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابو بكر في وشه لما كان بيجر ثوبه، والرسول قال ايه جر الثوب؟ من جر ثوبه خيلاء لا يشم رائحه الجنه، مش كده برضه؟ او لا يقبل الله صلاه من رجل يجر ثوبه خيلاء. سيدنا ابو بكر كان ثوبه طويل، فقام سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم يا ابا بكر، يعني استثناه، وكان يمدحه في وشه. فسيدنا ابو بكر كان من الواصلين العارفين، فكان ينشكح بالمدح. يبقى المدح اذا جاء من العارف للعارف، ومن الولي للولي، او من الرسول للتابع، ينشكح، لانه ده كان الله هو الذي يمدحه للخلق، فهمت؟ وينشكح لانه يرى ان هذا كمال ستر الحق له، ولا يرى نفسه اهلا له. لكن الناس اللي ما كانتش لسه وصلت لمقام سيدنا ابو بكر في المديح، لما شاف سيدنا رسول الله واحد بيمدح واحد، قال اذا رايتم المادحين فاحسوا وجوههم التراب. ليه؟ لانه كانوا بيمدحوا ناس لسه ما وصلوش، عوام، هيفرح وياكل نفسه لنفسه فيروح في داهيه. عشان كده الشرع الشريف فيه اوامر تجد ان فيها بعض التناقض، النبي ينهى عن المدح ويمدح بعض الناس، الله، لانك مش فاهم. النبي كان يعلم ادويه النفوس، دي نفس يصلحها المدح خلاص، لانها لا ترى ان المدح لذاتها بل المدح لخالقها. والثاني محبوب بنفسه فيرى ان المدح لنفسه، فالنبي يمنع المدح عنه ويعطي للاخر المدح، وهكذا يعطي كل ذي حق الحق. هي دي نظره الولي. وعشان كده يقول لك الزهاد اذا مدح قبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، لان الزهاد عايزين يقتلوا نفسهم، وهم شايفين ان الثناء من الخلق ده يغذي نفوسهم تاني يقويه، وهم عايزين يخلصوا منه فينقبض. والعارفون اذا مدح انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله غدا باذن الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ أفضل صلاة على سيدنا.